بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني هذا حوار قصير مع الأسرة المسلمة التي استضافت الأخت الكاملة شحاتة زاخر زوجة الكاهن المنياوي تداوي السمعان، والتي أسلمت لربها ثم هاجرت إليه وتركت بيتها وذهبت لكي تشهر إسلامها، ولكن سلمت إلى الكنيسة ولا نعلم مصيرها حتى الآن. هذه الأسرة المسلمة هي معنا الآن في حوار حول تفاصيل إسلام الأخت كاميليا والتفاصيل التي كانت عليها الأخت قبل أن تسلم إلى الكنيسة. معنا أخونا أبو محمد وابن محمد والأسرة كلها معنا إن شاء الله تعالى في حوار قصير. فأخونا أبو محمد يريد تحدثنا عن إسلام الأخت كاميليا والتفاصيل والحيثيات التي كانت عليها قبل أن تسلم إلى الكنيسة. بسم الله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونصلى ونسلم عليه. الأخت كاميليا جزاها الله خيرا وردها إلينا سالمة ومسلمة ومؤمنة إن شاء الله تعالى. تبدأ القصة معها. أنت جاءت مكالمة تليفونية من طرفها، فقالت تريد أن أعتنق، نريد أن أعتنق الإسلام. طيب أنت من أي قرى؟ قالت أنا من درماس. طيب يعني أنت تأتي؟ قالت يعني في الميعاد بتحدده. فأنا قبل ما هي البيت والمكان والأحوال دي حوالي يومين كده. هي اتصلت تاني، كانت هي مستعدة، ومجرد ما قالت أنا مستعدة الآن. كان وقت متأخر من الليل، فانتظرت في مكان ما اللي بدت لي عليه، ورحت مباشرة جبتها وعلى البيت. رأينا فيها من البداية والله الصدق والأمانة والإخلاص والنية الخالصة للإسلام فعلا. فالأخت لا يختلف عليها مسلم ولا مسيحي من ناحية أخلاقها العالية والأمانة والصدق والمعاملة الطيبة مع كل الناس. فعاشت بيننا حوالي يعني 3 أو 4 أيام، ثم زرت بها إلى القاهرة. فكانت في خلال 4 أيام دول كثيرا ما تقرأ القرآن، وكثيرا ما يعني تسأل عن أمور الدين، وكانت يعني فعلا كل أذان صاغية. ولاحظت فيها تضحية من أجل الله عز وجل عندما تركت ابنها سنه 1.5 سنة يعني من أجل الله عز وجل. فهذا لا ينمي إلا عنها يعني إنسانة مضحية من أجل الله عز وجل. ف يعني كان زوجها كما حكت لي له أمانات عندها، يعني تبرعت من الكنيسة كده لأني عرفت فيما بعد أن زوجها قمص. ف عرفت أن زوجها قمص، فقالت له هو كان بيجيب تبرعات من الكنيسة، فكنت بحطها باسمي في صندوق البريد. فراحت صرفتها حوالي 35,000 جنيه وحطيتها في مظروف، وكتبت عليه ده كل من كل الفلوس اللي باسمي بتاعت الكنيسة، لأن عارفة لو أنا مشيت أنت مش هيجي تصرفها تاني. بس ما جابتنيش كده يعني، جايت له في وجود لا كتبت عن مظروف يعني. فبعدين خرجت وأتت إلينا بعدين، فمن ضمن برضه الإخلاص بتاعها وإن هي داخل الله عز وجل أو الأمانة، فبرضه سابت ده جدابها في البيت. قالت البعض بعته والبعض إيه تركته. قلت له والله أنا طبيعي لو أنت جبتيه الإسلام كان هيرجعه، فكنت أرجع فلوس لأصحابها وزهر لأصحابها. ف المهم يعني لقيت الإنسان يعني حتى جاءت مغتسلة يعني، ودسر يعني انت لسه جديدة، انما الذي يخاف الله ويخشى عقابه هم العلماء. فقلت الان انا ارتحت جدا لهذا العمل او لهذا الرأي يعني او لهذا التفسير. فربنا يكرم يعني اسرت الاسرة كلها،
حبوها وحبتهم. حتى كان عندي بعض الأخوات برضو اللي كانوا يعني يريدوا الإسلام، فكان يعني مزيف الاهتمام، فكان كثيرا يقول لهم لا دي فرصة يعني حاولوا تهتموا شوية وربنا يكرمنا إياكم، يعني أنتوا خرجتوا ست أهليكم فلابد أن يعني تأخذ الدين يعني بجد شوية. وأخيرا سافرت بها للقاهرة لشهادة ما طلع من الأزهر شهادة اعتناق، ثم تلصق من وزارة العدل للإشهار. بعد كده الآن تمكنت ولكن القدر حال دون ذلك إن أنا أمسك الشهادة بعد ما أوثقها من وزارة العدل، ما في أحد يستطيع أن يرد. ولكن حدث هناك ما لا يحمد عقباه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. كلنا الأول نحن أول يوم دخلنا الأزهر وكان معي واحد ثاني اسمه أبو يحيى، فربنا كرم و يعني عملنا الورق وقرع التوقيع الظهر الأزهر، ذهبنا تأديت صلاة الظهر ثم رجعنا. كان في دمده حوالي 10-11 حالة وتشهر أو أكثر، فأنا بقول لهم يا رجل عشان نحن صعيدة وبعد شوية عايزين نورج الوقت عشان نقدم من أصحاب جات العدل النهار. فاسمها ايه؟ قلت اسمها كان ليش حاد. فمسك الورق وقال اه، وراح ضرب كفه كده وقال لا دي جاي انا يعني اوامر بان بيها تحال بكرة، ان شاء الله تجي بها بكرة هتحال اللجنة من القساوسة بحضور الامن، وغررونا بكلمة وإن أصرت فانطلع لكم شهاد، وإن كان رأيها خلاص ذلك يعني تظهر مع القصاص. وعلى هذا الأساس يعني رجعنا في نفس اليوم بدون أن يعني أن نفعل شيء غير أني وقعت الورق ومزالة في الأزهر يعني، ووقع شهود برضو على ذلك نازل شهادة الاعتناق. ثاني يوم محتارين نروح ما نروح. هو في ورق موقع عليه بإيديها في الأزهر؟ أيوه في ورق موقع على بإيديها على شهادة الاعتناق في الأزهر. ماضي موقع واثنين شهود موقعين برضه وصور بتلكم الآن. فربنا يكرم لأن نروح مع بعض أنا والأخ اللي ده نروح بيها ثاني ما نروحش لأن خبايا شوية لا كده. أنا كان رأيي حقيقة ما نروحش. ولكن لما لقينا الاخ ده جايب 200 دولار راح داخل لجوه والقناة يتصل بيه، عرفنا انه بيتصل بالامن، فقلنا احنا نسبقه ونتصل ونحكي لهم الحكايه. فاتصلنا بامن المنيا بحيث انه هو المحافظه التابعة عليها وحكينا لهم الحكايه، قال طيب خليكم معنا تليفون دايما واحنا نقول لكم تعمل ايه. بصراحه كنا نرى فيهم صدق في الكلام يعني، والله اعلم بالنوايا. ف قلنا خلاص بلاش تروح بكرة، فخلاص سمعنا طاعة. فبعد شوية في الفجر كان في الوقت ده في برماز قامت يعني نظام مظاهرات وملا مظاهرات والمنا مظاهرات ومجازين اتوبيسات وركبوا فيها وجينا للأزهر. فالأمن المنيا منعهم كلهم من السفر للأزهر، وظن منهم ان كده بيجي الموضوع في الازهر امن ومحدش جاي. فاتصل بينا الساعة 7 الصبح وقال يلا الطريق مفتوح قدامكم حاولوا تخلصوا اوراقكم واحنا امنا الطريق. ففعلا ركبنا عربية ورحنا بدري، ولكن يعني قبل ما وصلنا في الزحمة وكده لقينا انا يعني حقيقة اللي شفته في الازهر لانه ليس الازهر يعني الاحوال تؤسف، يعني قساوسة كثيرة وبر المبنى وخارج المبنى وداخله وأمن يعني كثير جدا. ويمكن احنا قلنا لها بره لما شفنا الوضع كده عرفنا مكان العربية ورقم العربية وعرف لونها واديناها المفاتيح وقلنا لها انت امشي ورانا بشوية في حين لو ظننا قلت الامور ترجعي او نشوف نديك شهر ترجعي وكده لا تعرفين ولا نعرف. وفعلا من على الباب يعني ريضنا هذا الامر فاشرنا لها بطريقه خفيه رجعت هي منتقله طبعا ما حدش يعرفها، ولكن احنا الاثنين شكلنا معروف.
فمشى لنا مسؤول أهم ومعها واحد من النصارى فبيقول بطريقكم. فقلنا له بصراحة احنا مش يعني احنا داخلين كبيرائية ولا داخلين ازهر نصاري، احنا مش عارف هو تخصص هذا بتاع ده خصخصتوه ادتوه يعني بعتوه، احنا مش عارفين اذا كان يعني بيجي كبيرائية بين يوم وليلة الازهر الشريف منبع الاسلام في القاهرة وفي الوطن العربي كله بل في العالم كله بعتوه، يبقى نأسف للقساوسة ونقول لهم احنا داخلين غلط. فزي يقول لك المسؤول عارف كده وكسف فقال اتفضل وصلي. رحنا صلاه الضحى كان يعني كنا على ضوء الحمد لله، وخرجنا لقيناهم متابعين وفعلا سالونا تاني طب يا جماعه بطريقكم. انا اعترضت انا فيهم بطاقه، قلت انا عمري ما شفت مسجد الواحد داخل فيه خاصه الازهر بغلط بطاقه، انا مش داخل مديريه امن ولا امن عام ولا